كارفاخال يحصل الكرة بشكل ممتاز. كارفاخال هذه عرضية تزيدو جول جول فعل الأنيق مودريتش المايسترو مودريتش. نعم بصاروخ بقذيفة تلقى مودريتش فوق العادة للتتويج بهذه الكأس بالنظر إلى الأندية المتواجدة في هذه البطولة. بينما كرة أمامية فرصة 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 جول بنزيما يعود بنزيما يعود إليكم من جديد بعد الصيام الطويل. كيليان نعم أسينسيو يرفع فاران بالراس الملوك يتألقون الملوك يسجلون ريال مدريد يتفنن يبدع نعم يواصل انطلاقه في هذا المرتد الهجومي الرابع ينادي الرابع ينادي هو 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 هو, 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 هو. بنزيما اليوم يومك يا بنزيما الملوك يسجلون من جديد وبنزيما يعود من جديد ليسجل ثاني هدفه في لمن يا أسينسيو هنا ممكن يفكر في التسديد تصل لمارسيلو مارسيلو يرفع في القائمة الثاني جول جول أخيرا الدون يسجل أخيرا كريستيانو رونالدو يسجل. إذا كان للكورة مدريد هنا انطلاقة خطيرة فرصة جول كريستيانو بركان ينفجر يا الدون